انا لولو ادتني ازازه السم دي يا بوده وقالت لي احطها لك في الاكل، ووعدتني لما اخلص منك هتديني 30 مليون جنيه، بس انا ما رضيتش، ما قدرتش، قلت يمكن تفوق وتفهم ان عمرها ما حبتك ولا هتحبك. ودتني دي وحطتها لي يا بودة؟ لا 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 لا، ما تسكتش، رد عليا. حطيت لي السم ده؟ انا ما قدرتش اعملها فيك. بس انا قدرت.